هلا والله، معكم إسراء من السويد. اليوم صار عمري 21 سنة، كبرت خلاص، تركت هذيك الأيام اللي كنت فيها صغيرة، صرت بمرحلة عشرينية الحين، خلصت علي مرحلة التين ايج اللي هي مرحلة المراهقة، أو لما الواحد يقول مثلا 13 14 15، فالحين صرت 21. شعور غريب، يعني أحس خلاص ما أبغى أكبر زيادة، أبغى يتوقف عمري شوي، لأنه كل ما الواحد يكبر كل ما يصير عنده مسؤوليات أكثر، أو مش مسؤوليات كثير كبيرة، بس إنه يعني يعتبر رقم كبير بالنسبة لي. التقيت اليوم صديقتي وجابت لي هذه الوردة الجميلة. أنا من محبين الورد، بس مو دايما الناس يجيبوا لي ورود بيوم ميلادي، فكثير فرحت إنها جابت لي، شكرا لينا. اليوم صراحة كنت حابة أصور لكم فيديو وأوريكم يعني فلوج يوم ميلادي، أسوي أشياء أحبها وكذا، وسويت هذه الأشياء الحمد لله، والتقيت صديقتي وكذا، تمشينا، بس في ريح كثير فما قدرت أصور. والحين قررت أفتح الكاميرا وأصور. أنا عند البحر الحين، أكثر مكان أحبه، بس في رياح كثير، والستاند تبع التليفون مو كويس، يجلس يتهزهز بسبب الريح وهو خفيف. بس بهذا الفيديو حابة أقول لكم على أشياء تعلمتها خلال هذه الفترة من حياتي، يعني خلال الفترة السابقة لين وصلت 27، لين وصلت عمر 21. من أهم الأشياء اللي تعلمتها إني أحب نفسي وأقدرها وأعامل نفسي بأحسن شكل، وما أنتظر أحد يدلني أو كذا. يعني مثلا إذا أنا نفسي برود، نفسي حد يجيب لي هدية، ما أنتظر هذا الشيء من حد ثاني. أنا صرت يعني أحط نفسي رقم واحد، أنا أجيب هذه الأشياء لنفسي وأقدر نفسي، لأنه أنا أستاهل، يعني كل شخص يستاهل. بس الواحد مو دائما يعرف هذا الشيء الا بمرحله متاخره من حياته. ومن الاشياء اللي صرت احس بقيمتها اكثر هي عائلتي، اهلي، ابوي وامي. صرت اخاف عليهم اكثر، وهذا الشيء ما يعرفونهم، بس انا كل ما اكبر كل ما صرت احس بقيمتهم اكبر، واتوقع الكل كذا. يعني لما الواحد يكون صغير ما يحس كثير بنعمه وجود الاهل او العائله، بس كل ما يكبر كل ما يشوف انه يعني انه وجودهم اكبر نعمه بحياته، الحمد لله. اخر فتره ما صار عندي كثير اصدقاء، بس ينعدون على الاصابع. واللي تعلمته انه اللي يهم هو مو عدد الاصدقاء، اللي يهم هو الاصدقاء الحقيقيين اللي يوقفون جنبك، اللي يوقفون معك بالحلوه والمره. ايش الفايده انه يكون عندك اصدقاء كثير ومثلا 90% ما يوقفون معك بوقت الشدة؟ فحلو انه يكون عندك اصدقاء قليل بس يكونون اصدقاء حقيقيين. ومن الاشياء اللي تعلمتها المربوطة بالصداقة هو انه مو لازم يكون دايما عندك اصدقاء عشان تكون مبسوط او عشان تستمتع بحياتك. الوحدة كثير حلوة مرات. انا اخر فترة من حياتي صرت احب اطلع لحالي البحر، صرت احب اطلع استمتع بالقهوة لوحدي. فالوحدة كثير حلوة، مو دايما بس اغلب الاوقات، ويقدر الواحد يستفيد من وقته بهذا الشكل، لانه لما الواحد يكون عنده اصدقاء يعني غالبا ينشغل معاهم او يطلع معاهم كذا. فحلو انه الواحد يوازن بين الاصدقاء، وكمان يعطي لنفسه وقت يستمتع فيه لوحده. تعلمت انه لازم اشتغل على نفسي عشان مستقبلي، واستغل الوقت واستغل اي فرصه تجيني، لانه هذه الفرص اللي تتقدم لي بهذا العمر يمكن ما تجيني بالمستقبل لانه بكون كبرت. فبهذا العمر كثير يكون عندنا وقت فاضي مقارنه باللي يدرسون جامعه او اللي متزوجين عندهم اطفال، فنحن ما نحس يعني صراحه بقيمه الوقت، خصوصا اللي باعمارنا دائما نضيعه، وانا يعني وحده منهم. انا ما اقول اني انا وحده مو منهم، بس الواحد يحاول قد ما يقدر يعني يستفيد من الوقت ويستغله، لانه كل ما كبر كل ما بيزعل على الوقت اللي فات. وانا كثير صراحه زعلانه على كل دقيقه ما استغلتها زمان.
الوقت والله من ذهب، يعني الوقت هو اللي يجيبك فلوس. فأنت كل ما عرفت تستخدم كمان الوقت بشكل صحيح، كل ما كان عندك فلوس أو وظيفة أفضل. أما الفلوس ما تقدر تعوض الوقت أبداً. تعلمت إنه كل ما كانت علاقتك مع الله أقرب، كل ما كانت حياتك أفضل. لأن أنت لما تكون قريب من الله تكون مرتاح نفسياً، لما تكون حزين تقدر تشتكي لله. أول حد تقدر تفكر فيه لما تكون مهموم وحزين هو الله، تروح تصلي ركعتين أو تقرأ قرآن. فوالله كل ما الواحد يعني كانت علاقته مع ربه جميلة، كل ما تحسنت حياته كانت حياته أجمل وأجمل. تعلمت أنه أحب الأشياء اللي أسويها. مثلاً أغلب صديقاتي أنا وأغلب الناس اللي حولي دخلوا تخصص علمي، لكن أنا ما دخلته وقررت أدخل تخصص أدبي لأني ما أحب تخصص العلمي وما أحب المواد العلمية اللي مثل الفيزياء الكيمياء وهذه الشغلات. فليش أسوي شيء ما أحبه؟ الحياة قصيرة على أني أسوي هذا الشيء. ومن أهم الأشياء اللي تعلمتها بحياتي هي الإيمان بالقدر خيره وشره. في مرحلة من حياتي أنا ما كنت أتقبل اللي صار، كنت أقول يا الله ولو كنت ما نقلت كان صار كذا وكذا وكذا. فاللي تعلمته أنه أصلا ما في فايدة من هذا الكلام، أنت إيش راح تستفيد لو قلت لو كنت وكذا؟ لأنه ما راح ترجع لهذيك الفترة من حياتك. فالإيمان بخيره وشره أفضل شيء أنه الواحد يسويه، ما نعرف إيش الله مخبينا وإيش كاتب لنا. هذه كانت بعض الأشياء اللي تعلمتها خلال الفترة اللي مرت من حياتي. الفيديو بسيط مو متعوب عليه، بس حبيت أشارككم شيء بيوم ميلادي ومن الأشياء اللي تعلمتها. يمكن أنتوا اللي قاعدين تشوفون الفيديو ما حسيتوا بهذه الأشياء أو ما حسيتوا بقيمتها، فيمكن تتعلمون بعد هذا الفيديو. أشكركم على مشاهدتكم، أشوفكم إن شاء الله بالمقاطع الجاية. يعني يعتبر رقم كبير بالنسبة لي، يعني حتى